هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد عن منتجات جربتها لعناية البشرة والشعر. وقبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد ولايكات كتير. قبل ما نتكلم على المنتجات، اول حاجة لازم تعرفي نوع بشرتك. لو بشرتك جافة عادة هتكون حساسة، وخاصة وقت الشتاء. ولو بتعملي تقشير، حاولي دايما يكون التقشير بالليل، ما يكونش الصبح، لان لو عملتي تقشير الصبح ولو خرجتي في الشمس ده ممكن يأثر على بشرتك. اول حاجة هنتكلم عنها هي الغسول. اول حاجة انا بستعمل الغسول ده. عايزة اقول لكم ان الغسول ده من سيرفي. الغسول ده تحفة جدا جدا جدا. هو البشرة الدهنية، مرطب وبيحافظ على نضارة البشرة. وكمان هنا بينصحوا بيه الدكاترة عندنا في أمريكا، للدكاترة الجلدية، علشان خالي من كل المواد الضارة. بصراحة ده تحفة جدا. أقولك لو تعرفي وتتأكدي ان الغسول ده مناسب اصلا لبشرتك ولا لأ، اذا كانت جافة او عادية او مختلطة او دهنية، ده الغسول المفضل ليا في الشتاء. هو غسول ممتاز جدا، بيناسب البشرة الحساسة. دايما اتأكدي ان ده مناسب لبشرتك الحساسة. انا بشرتي بصراحة حساسة جدا، ولو انت بشرتك حساسة طول الوقت لازم تدوري على كلمة مناسب للبشرة الحساسة او خالي من العطور. ده مهم جدا يا بنات. وده سكراب ستيفيز، بينظف البشرة، وهو تقشير لإزالة الجلد الميت، وبيوحد لون البشرة وتنظيف المسام، وبيزيل بشكل فعال للزيوت اللي بتأدي إلى ظهور الرؤوس السوداء وكده. بصراحة أنا جربته وحلو جدا 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 يعني. وده غسول زي الفوم كده يا بنات. بصراحة هو منتج جميل قوي، أنا بستعمله. هو بيغذي البشرة الجافة وحلو قوي، وهو مرطب في نفس الوقت. تقريبا ده مش شوفان او حاجة زي كده. وده فيتامين اي. هو بصراحة مرطب للشفايف من الجفاف. وانا بستعمله لو عندي مثلا مشكلة في المناعة او في هواء طالع لي في شفايفي ولا حاجة، بستعمله. هو حلو قوي. يومي للجلد، بيغذي البشرة الجافة، وده استعملته بصراحة وعجبني وحلو قوي. وده تقشير طبيعي للبشرة، بيخلي البشرة ناعمة جدا. انا بصراحة جربته وعجبني جدا، هو ريحته تحفة جدا. قولي دوت حلو قوي، مرطب. انا بصراحة بستخدمه، بحطه، ما بحطش ميك اب خالص احيانا يعني. بصراحة هو مرطب حلو قوي، وبيخلي البشرة كده ناعمة وحلوة. حلو جدا. البودي اويل دوت حلو قوي وريحته جميلة، وبيدي لمعة للجسم كده، بيخليها شكلها حلو، وهو بصراحة جميل قوي. وطبعا انا اتكلمت قبل كده على الزيت الحلو ده لجميع انواع الشعر، وهو بيطول الشعر وبيساعد على التقصف وعلاج فراغات الشعر. وطبعا انا جربت الزيت ده، زيت جدايل من عبد الصمد، وقرب يخلص تقريبا، ده خلاص. عايزه اقول لكم اللي انا جبته لمنع تساقط الشعر، وهو بيغذي فروه الراس، وبيمنع التساقط، وبيعالج الهيشان. انا بستخدمه كحمام زيت لشعري، بستخدمه كل فتره. بصراحه حلو جدا. كده ننهي الفيديو، وتستنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه. ولو عايزين اي حاجه تسالوا عليها ان اكتبوا تحت، وقولوا رأيكم في الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايكات كتير.